المعلمين نجحت في سبتمبر جاتني التسمية في المتلوي. في المتلوي به. وهالمتلوي هذا هاي الظروف اللي تجعل الإنسان تكون الإنسان، ولابد يكون لها أثر. يعني المتلوي يتكون من قريتين، قرية تسمى متلوي مين اللي فيها منجم الفصفات وإدارة استعمارية في داخل الإدارة الاستعمارية الكبيرة نتاع تونس الكل. المتلوي مين الكبانية هذه نتاع الفصفات هي إدارة استعمارية. أنا حضرت لما جيت المتلوي باش نصطدم. أول اصطدام هو في عام يعني 38، طالبوا العمال نتاع المنجم اللي يدخلوا تحت الجبل وتحت الخطر، وفيهم كثير اللي مات أثناء الحفران باش يطلعوا الفوسفات يهبط عليهم كتل يموتوا، طالبوا بزيادة بسيطة في الأجور. فأمر لكونترولور سيفيل دو قفصة واحد اسمه شاستيل بيرمهم بالرصاص. عام 37 هذا 37 مارس. كيف جيت حكولي وكان من بين أبنائهم تلامذتي في الابتدائي ولاد صغار، معناه هيك الجو هذاك. ثم في الشركة هذه تاع الفوسفات تتعهد لإدارة العلوم والمعارف وقتها تاع التعليم بأن تعطيها بناء المدرسة الابتدائية، وتعطي مسكن المدير اللي هو فرنساوي ومسكن المدير اللي هو المعلم اللي هو تونسي. المدير يسكن في فيلا فيها الماء وفيها التريسيتي. أنا كيف جيت بصير في معلم تونسي، قالوا لي هاي وانت وين تسكن؟ واحد مهندس اسمه بوناس قال لي تسكن هنا. ايه عبارة على لازم تقول بناية بسيطة متواضعة فيها زوز بيتات، هنا فيها كان من بتيت كور. قلت له عديني خويط انت على تريسيتي، هاو تريسيتي متعدي من هنا. قال لي لا انتم التوانسة لا حق لكم في التريسيتي. قلت له تصح عليه؟ قال لي لا لا شو صح صح عليه الكراس تاع التلامذة، ما هو تعمل كما عمل المعلم اللي كان قبلك أمبا بالغاز وتصحح، وإذا باش نعطوك أنت ما باش نعطو العمال اللي يسكنوا بحذاك. تعزي بقي في متلوي مين؟ في متلوي مين؟ طبعا فما متلوي واحد أخرى طبعا. إيه لوط في اللي بتوما هذيك هذيك فيها في وعندكم ما ساعة ولا في الدار هذي تسكن فيها؟ عنا في الحي ثميكا ما نمشو نعبو ونجيبو للدار، ما فيهاش ما ما فيهاش ما نفرع عمومية. الظروف تاع الخدمة بتاعك كيفاش؟ نعم. كمعلم موجود في البقعة هذيك الظروف تاع الخدمة كيفاش كانت؟ لا ظروف الخدمة مش بعيدة، المدرسة اللي مقري فيها باعتبار أنا كنت بيلانغ ومعايا واحد فرنساوي اسمه مارشو. في بعد تقريب 6 شهور جندوه مشان الجيش اثناء حرب، ما هو في سبتمبر 39 وقت الحرب قعد معايا يجي شهرين ولا زي، وبعد لبسوه موبيليزي مشى على نفسه مارشو. والمدرسة هذيك فيها تلامذة توانسة وفرنسيس، ولكن توانسة لا أبناء العمال في المناجم الشركة نتاع عندهم درسوا من الفرنسيس والطليان ها نتاعهم هذوكم. هذه سر بتاع التوانسة، توانسة تابعة للتربية القومية لإدارة العلوم والمعارف، معناها يقولون أبناء العمال التوانسة، أبناء العمال فقط والعمال التزيرية في بالضبط مسلمين كلهم. لا باش نقول لك بما أن منجم الفصفات كان مورد رزق ومورد رزق للعمال التوانسة وللجزيرية وللمغاربة وللليبيين طرابلسية، فكانوا تلامذتي هم أبناء المغرب العربي وكانوا كل أولادي ولا هم بينهم. و اسم المدرسة وقتها هذاك مدرسة الابتدائية نتاع المتلوي فرانكو عرب، فرانكو عرب دي متلوي مين متلوي مين اللوطة هذه كانت في الليبتوما. هذا في الليبتوما عاملين له تمثال فنيك، علاش؟ لأنه هو كان في الجيش الفرنسي وهو اللي اكتشف، كان مهندس هو اللي اكتشف وجود الفوسفات
لما جاء الاستعمار فك المنطقة لأن الاستعمار أول ما يجي البلاد يفتش على الثروات الطبيعية. فكان هالمهندس هذا باش تشوف معناها قوة الانتباه نتاعو يا مدام، شاف خنفوسة كرمكم الله، خنفوسة خارجة من الأرض. حكوا لك الجماعة تخرج في تخرج في التراب هكا. هو كمهندس هلسك التراب هذاك بعث لفرنسا قالوا لها فوسفات هذا. فكانت شركة وأموال وشركة طبعا فيها مشاركة فيها هولندا ومشاركة فيها لو كابيتاليزم انترناسيونال. مال عندك شك في هذا؟ عاد أنا عشت هذه من جملة الصدمات اللي صدمت بها من 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 الاستعماريين. انتم التوانسة، انت تونسي ما عندكش حق باش ندخلوا لك التريسيتي، واذا باش نعطوك التريسيتي باش نعطوا العمال، انتم التوانسة ما عندكمش الحق. اكثرش منها من الاهانات هذه، ولا كيفاش هذه ما تاثرش بالانسان. كي مشى مارشان جا واحد يهودي باش يقري اللغه الفرنسويه، قري باعتبار المدرسه لازم يكون مديرها يعني يهودي فرنسا، تونسي من يهود تونس طبعا. جنس مدة من الجنسية. هيا قعدنا ناخد مباشر الأمور لغير ذلك. عرف حسيسي فهمت ولا يعني تذكرش اسمه اليهودي؟ لا ما نذكر، ما نذكرش اسمه فهمت ولا. بعد ولا مشى، مشى هو جاسي عبد المولى، عبد الخالق عبد المولى، قريف صدقية، من صفاقس، من عائلة محترمة، وطني دستوري، قرر الفرنسوية، ولا نائب في مجلس الأمة. هو الآن يعني فصفاقس كبير يعني رجل كبير، هو أكبر مني أنا شوي، يكون عنده 85 سنة على الأقل. هو قعدت منسجم نوياه. بعد مشى هو في العام، العام اللي بعد، ثم واحد بوليسي اسمه الحبيب مستيري، من المستير معناها المستير الحبيب وطني. قلت له اسمع، قلت له انا باش ننقل نسكن في الفيلا نتاع مارشان. قال لي كيفاش؟ قال لي ابو ناس. قلت له ابو ناس ما ينجم يعمل شيء. انا وقتها متزوج عندي ولد صغير. تزوجت بكري؟ تزوجت بكري انا صغير، بعد ما خدمت عام في المتلوي تزوجت. تزوجت من المنطقه نتاعك؟ اي. قلت له شوف، إجا أدخل معايا، هز الحويجات نتاع مارشان وكل راديو نتاعه، عندها راديو، حطهم في كل بيت هذيك وشمح، وأنا مش نتصرف في البقية. وبوناس، قلت له بوناس خليني أنا وياه. اللي جاني بوناس ولا قالوا لي ليش سكنت فيك، هما وقتها لهين فيه في مصيبتهم والحرب ومشاكلهم، يقول لك نحلوا مشكلة معها. نقلت منك القرب اللي كنت فيه واللي تنسكن غادي فيها الماء، فيها التريسيتي، المدرسة من قدامي نشوف فيها، إلى أن انتقلت إلى جربة. مشيت نقري في جربة، جربة قريت عام يعني في أجليم. بعد جاتني رولما وقتها احنا يعني المعلمين اللي نعلم اللغتين ملزمين باش نقضوا عامين في إدارة مدرسة صغيرة ما يسمى إيكول أكلاس يونيك. وين بعثوني؟ بعثوني لدوز يعني في ولاية قبلي، منطقة على أبواب الصحراء، مش فقط على أبواب الصحراء، منطقة يحكموها طغاة فرنسويين عسكريين، تريتوار ميليتير. تريتوار ميليتير. هو أنا عديت الصيف وقتها في جابس، كريت محيل فميكا، حبيت نروح للجريد والوليد مازال صغير وجريد سخون في الصيف. قلت والله تو انا نعدي هالشهرين في هذه في جابس، ومنها نمشي للمرازيق، نمشي لدوس. الوطنيين غادي في جابس وعلاقتي بهم كانت طيبه، قالوا لي انت راك ماشي البقعه فيها حي رقطه، رد بالك منها. شكون؟ قلت لهم، قالوا لي الباشا وش سعيد الدبابي. وش بيه هذا؟ قالوا لي هذا راهو خليفة معتمد غادي، وراهو عميل للاستعمار، وراهو كان مجرد قومي بسيط ولا معتمد،
وركان يعس على بورقيبه والجماعة في برج البف. رد بالك منها. هاي قلت لهم به ولا خريفة في دوزة. زيت روحي جاء سبتمبر، في آخر سبتمبر ثم كرهبة من جابس القبلي متواضعة ركبت فيها مشيت. أنا من 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 جابس بعث جواب لهذا، قالوا لي على شخص يعني سعلي بن خليفة أبعث له جواب باش يبعثوا لك جمل وكرمكم الله بهيم باش تمشي عليهم الدوز. الظروف المسافة بين قبلي وبين دوز 25 كيلومتر، صحراء رمل أرض يعني ما يمشي فيها كان جمل. أيبه وصلت العشية ما قصروش، بعثوا لي جمل ومعه حمار، ركبت أنا والعيد والعائلة فهمت ولا، وقصدنا ربي. وصلنا يا سيدي الصباح بكري على الفجر وصلنا دوز، مشيت للمدرسة يعني المدرسة في نفس الوقت فيها البوسطة، مدير المدرسة والمعلم يدير البوسطة. به طبعا في مقابل يعني البوسطة تعطيك مدير مطلع. مدرسة منه مدير مدرسة ايه منه معلم ايه ومعايا ومعايا فاكتور ايه معتك انت موجودة الامور 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 المالية والامور تاع التليفون انا هذيك نقوم بها، الفاكتور يمشي يوزع الزويبات ويعاوني طبعا في الإدارة في نظل نقري هو هكا في البوسطة وأنا نعم متحملك المسؤولية الأخرى. أي معلينا كانوا عام 41 ايه؟ مشيت الدوز ايه؟ يعني مشيت الدوز في سبتمبر 41 يعني 41 هاني مش نقعد 42 حتى الأوائل أفريل 42 باش نقعدك المدة هذيك في دوز لأن باش نعمل الثورة. أولا باش نكون الشعبة الدستورية أنا ومحمد المرزوقي والوطنيين اللي في دوز في دوز. لكن كما قلت لك المشكلة أنك باش أولا أنا خلطت غادي ولقيت سيدي البشاوش سعيد الحي الرقطة اللي نبهوني أهل المرازيق أهل جابس قالوا لي رد بالك منها. فكنت واخد حذري طبعا، لكن تعرف عليا وكالعادة العربية معناها بعث لي معناها بعث لي ترحيب ترحيب فطور وكذا وباش نقري له ولده ونقعد أنا وياه والشهيد علي بلطيف يعني شيخ منطقة العوينة اللي أنا كنت علاقتي بهم قوية لأنهم وطنيين. عشية من العشيات احنا قاعدين نقعدوا في الرمل غادي في مكان الرمل قاعدين نتاكل نحس. الفرنسويين لما يجي غادي معلم يجسوا نبضها يحبوا يعرفوا هو شنو خبزيست ولا وطني، وطني معنى دستوري ولا خبزيست، كيفاش باش يعرفوا؟ اللي قالوه لي جماعة جابس كان بالفعل احنا قاعدين قال لي المشوشين هذوكم شكون اللي قال لك هذا البشاوي الصعيد قال لي هاك المشوشين هذوكم ارتحنا منهم أنا في فرنسا، قال لي أنا راي نعرفهم في برج الباف والرجال فيهم كان بورقيبة. لكن كلمة المشوشين أولا تعجبنيش أنا تقولي زعمانة مش قتلوا يا بس البشاوي الصعيد ماذا بينا زعامانا من ذكروهم كان بالخير، هذا ما سمع مني هذه كافية بالنسبة لي باش يمشي لشغر التال. يقول له المعلم هذا هوش خبزيست هوش خبزيست وهذا اش نحب يعرف لشغر التال. جاء لشغر التال للمدرسة يعني تعرف علي حليت المدرسة. لكن أنا محمد المرزوقي الله يرحمه لأول مرة جبنا العلم التونسي وعلقناه مع العلم الفرنسي فوق الصبورة. محمد المرزوقي قري معاك وقتها؟ لا
هو من أهل المرزوق. المرزوق أما به. لا ولكن معنا في الحركة الوطنية. ما تعرف أن محمد المرزوقي في حواس 9 أبريل نفوه في قبلي مع يا منفي. ما تعرفت عليه غادي في دوز. في دوز. أيوة. لا في دوز. تعرفت قبل ما يرجع لتونس. إيه طلع تعرفت عليه غادي هو وقتها يعني. به علقنا العلم ظهر هذه حضر لشبرتين. هذا القائد نتاع الحامية غادي فرنساوي اسمه لو شفرتيل حضر تكلمت أنا أولياء تلامذة افتتاح المدرسة وفيها صورة البي باقي مدرسة فرانكو عرب مال مدرسة فرانكو عرب فيها تلامذة تونسيين ما فيها إلا أولاد المرازيق لكن هاكي تشوف يا سيدتي اش يحضروا لهم الاستعمار اولادنا اولاد تونس اولاد المرازيق جاني ضابط اسمه فورستي ويلزم تخرج وتصف مع ضابط جاي يلزم حسب التقاليد تخرج بالتلامذة وتعمل صف وتوقف باش يسلموا على ضابط فورستي قال لي علمهم مليح بالفرنسوية راهم باش يولوا قومية عندنا تعرف ما أنا قومي عسكري لابس لباس خاص يجري في الصحراء في أي وقت عنده جملين جمل يهز عليه البضاعة وجمل يركب عليه مهري وهذوكم اللي يعتمدوا عليهم الفرنسويين في التيرتوار ميليتير من بنقردان إلى تفيلالت إلى المغرب كل جنوب المغرب العربي الصحراوي هو تحت الحكم العسكري ستان تيرتوار ميليتير ما يحكموا فيه إلا الضباط بأحكامهم العسكرية جنوب الجزائر جنوب تونس جنوب المغرب يقول القائل علاش فرنسا بمجرد ما احتلت البلاد عملت الأعمال هذه ليبيا كانت تابعة لتركيا العهد التركي ويخافوا من تسرب السلاح من ليبيا إلى تونس وإلى الجزائر وإلى المغرب أما كذا عملوها منطقة عسكرية فيها رقابة الصحراء كل يوم دورياتهم ماشي بالضبط باش ما يخلوش سلاح يدخل في ذلك التاريخ هذاك علاش عملوه لتيرتوار ميليتير اللي هو أنستوري شبريلي ضي طوق لشبرتين شبرتين وقت قابلت أنت باش سعيد شاوش سعيد الطباب اي نعم وبعتالي جاء هو شفريلي اش قال لك ما قلت الناش لا جاء حب يتعرف عليا لكن باش تسوء العلاقة بيني وما بينه العلاقة باش تسوء في الأول عليها علاقة عادية الجماعة قالوا لي من قبل قالوا لي راهو غادي إذا كان أول مرة باش تشوفه معناها ما تحييش هيك تحية عسكرية راهو عند الحق يحطك 15 يوم في السجن كين زيادتك قلت لهم انا ما نعملهاش انا ما نحيش لا اوبليغاتوار كانت اوبليغاتوار 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 تعدى قدام قهوه لعبه تقطع بيع اي نعم واذا ما واذا كان يكون معناها شرير ياسر ينجم 15 يوم في الحبس لا ما حيتوش سلمت عليه سلم عليا فهمت ولا يعني ما لكن كان احترم شويه المدرسين ربما وما عطاكش كينزه لا احترم شويه ما عطاكش كينزه لا ما حطنيش 15 يوم في السجن لا كان احترم شويه وانما باش تسوء العلاقه لا حتى زوجته جات وجابت شويه شوكولاته لولدي ولكن كل شيء في محله يعني وين كنت تسكن وقتها في المدرسه في المدرسه هذيك الدار خير ظروف تاع الدار خير من الدار تاع متلوي لا الظروف المدرسة بنية بسيطة وفيها دويرة في جنبها بسيطة ولكن المعلم أن نتاع المتلوي علاوة أنها مش باهية ما فيهاش لتريسيتي ولا ما تعدوز فيها ولا لا ما فيهاش تعدوز فيهاش ما صحراء صحراء الماء ثميكة من الأبار يعني أشربوا من الأبار نوصلوا طول الظروف الظروف نتاع لشفرتيل العلاقة مع لشفرتيل توا شو قلت لي شفرتي وش علاقتك بشفرتي؟ شفرتي البا خلص اثناء الحرب العالمية الثانية كان في كثير من المواد مقننة
من بينها الأقمشة. في شتاء مقصطة معنا في شتاء 41 عندما كنت أعمل بصيرتي مدير المدرسة ومعلم، اتصل بي أولياء تلامذتي وطلبوا مني أن أتدخل لدى الضابط العسكري الفرنسي المدعو لشفرتيل كي يحصلوا على كمية من الأقمشة لأبنائهم الذين كانت ملابسهم رفة قليلة، نظرا أن هذه الأقمشة كانت مقننة لا يستطيع المواطن يشتريها من عند التاجر. فكان لشفرتيل هو الذي يعني يتحكم في هذه الأقمشة، فالكمية التي تأتي يضعها عند راحمين اليهودي ولا يعطيها إلا للقومية أي العسكر الصحراوي الذي تعتمد عليه السلطات العسكرية الفرنسية في الجنوب. فجاءت الكمية، كلمت لشفرتيل قلت له الأولياء التلاميذ اتصلوا بي ويقولوا لك من فضلك أعطينا شوية أقمشة نشروها، أعطينا ورقة باش نمشوا الراحمين اليهودي نشروا شوية أقمشة لأولادنا والحال اشتاء. قال لي باهي. هذه أول مرة لما طلبت من الشفرتيل لم يرفض. جاءت الكمية الأولى فلم يسلم لهم شيئا، الكمية الثانية نفس الشيء، في الكمية الثالثة أخذت التليفون وكلمت الوالي يسمى القايد سي علي، سي علي ابن أبي الضياف جده المؤرخ التونسي أحمد ابن أبي الضياف، وكان شخصا يحترم وظيفته ويحترم نفسه ويحترم الدولة التونسية، وسماه المنصف بي في عهد المرحوم المنصف بي. كان الكاهية القرعة الكبيرة سي علي بن الضياف الذي سيحكم بالإعدام بعد، وبعد نحكي لكم كيفاش. كانت عنده شريطة شريط البيان. اتصلت بالسيد القايد وحكيت له، قلت له راو لشفرتيل وعد أول مرة وثاني مرة وراو بلغنا اللي جات كمية من الأقمشة، هو كان اتصل بك أنت باش تكلمه ويعطي شوية أقمشة للأولاد الأولياء تلامذة. حكيت له سيد القايد، قال لي عديهولي، هو عنده البرج في البوسطة طبعا، ربطتهم في التليفون كلموا، وكان يحصل الفرنسية سي علي بن أبي الضياف. أنا قاعد نسمع فيهم. بعد جاني لشفرتيل للمدرسة. شنو قال علي لشفرتيل؟ نعم تذكرش شنو قال علي لشفرتيل؟ قال علي ابن أبي الضياف إيه قال له المعلم راهو قال لي وقال لي وقال شكوايا بالله خالة يعني. تغشش منها هو وجاني في حالة غضب للمدرسة وقال لي شكيت بيا للقايد؟ قلت له نعم. قال لي باهي هكا باش نعطيهم أقمشة. إيه قلت له هكا المكتب نتاع السيد الخليفة العمدة المعتمد ذلك التاريخ الخليفة أعطيهم أقمشة هما الأولياء نتاعهم توا يمشوا يشروها أعطيهم بونو يعني، لكن قلت لها ما تنساش أعطيهم حرم. فرفع يده وأشار بكمه وقال لي العربي ما يس يمسخ خشمه بالكم نتاع كمه، ملكت أعصابي وقلت له بكل هدوء كيف تعطيهم محارم ما عادش
يمسح في الكوب يعملوا هكاك. ولكن قتلوا في قلب في داخل نفسي هذا تدفع ثمنها غاليا وساء يدفعه غاليا هالإهانة هذه. خرج وانا مغدوة طبعا مشى على الأولياء أعطاهم بونو مشاو شراو القماش أعطاو لأولادهم. جيت هو وقتها كان يتهيأ هو ديغولي هو ديغوليست 100% وكان يتهيأ لجمع ما عنده من أسلحة في السكنة ليدخل بها الصحراء لأن وقتها يعني في نوفمبر القوات الإيطالية والألمانية دخلت التراب التونسي وهو عنده أوامر تسهيل مهمته باش يجمع هالأسلحة ويدخل بها للصحراء وياخذ معاه أكبر عدد من جنود نتاع الصحراء ما يسمون بالقومية. أول شيء عملناه أنا ومن معي من الوطنيين هو أن بثينا العصيان العسكري. شكون من الوطنيين؟ المرزوقي علي بن أبي الطيف الشهيد اللي أعدم بعد أولاد عبد الملك وهذا من ذكرهم على كل يعني العصيان العسكري هذا لديزيرسيون نجح إلى حد بعيد أن كثير من هؤلاء القومية قلنا لهم احنا ما نحبوش نحاربوا مع فرنسا الاستعمارية هاو جدودنا اللي حاربوا في الحرب العالمية الأولى تواسة وتزرية ومغاربة وماتوا كدتهم المدافع الألمانية ما زاد فرنسا إلا جبروت في تونس والجزائر والمغرب شنو الفايدة باش احنا في الحرب العالمية الثانية نحاربوا معه وليش نحاربوا معه نحاربوش معه والله وجدت صدى وبرشا منهم امتنعوا وما مشوش إلا القليل اللي مشاو معاه لشفرتيل مشاو للصحراء لشفرتيل ما خرش معاه كل الأسلحة خذ معاه كمية لباسة بها وخلى يسموه البرج سكن هذه في دوز خلى كمية من البنادق العسكرية والذخيرة الرصاص إلى غير ذلك. أي نعم قررت أنا وعلي الصيد علي الصيد مناضل شجاع بطل موجود الآن على قيد الحياة باش ومعنا المرزوقي محمد المرزوقي ومعنا يعني شباب تحمس شين البرج وخلعنا البيت اللي فيها السلاح وأخذنا كمية من البنادق الحربية والرصاص والذخيرة وجبناها للمدرسة ووزعناها على الشباب الوطني المتحمس لمحاربة الجيش الديغولي. احنا ما نعرفوش اللي بورقيبة بعثت جواب اللي حبيب ثامر يقول لنا تعاونش مع المحور احنا ما تعاوناش مع المحور احنا ما قلناش للألمان ولا الطليان اعملوا هالعمل هذا عملناه تلقائيا من أنفسنا وتحملنا مسؤوليته ودفعنا ثمن نتاعه غالي. قبل ما نكمل باش نسلك سؤال مادام انت جبت على الحكايه انه الالمان والطليان ما قالكمش لكن المعروف انه في الفتره هذيك فتره الحرب العالميه الثانيه والكل كان ثم تعاطف كبير ياسر من افراد الشعب التونسي تجاه الالمان وتجاه هتلر وتجاه موسوليني خاصه بالنسبه لهتلر. حاب نعرف اني الوقت هذاك الفكره العامه معناها لدى عموم الناس بما فيهم انت سعد الحفيظ والمرزوقي والكل الفتره هذيك
التعاطف هذاك إذا موجود ولا حتى إذا كان موجود نقولوه معناها أمر طبيعي باش يكون موجود. يا أستاذ خالد عندما القوات الألمانية انهزمت ودخلت القوات الفرنسية إلى باريس العكس معناها دخلت القوات الألمانية إلى باريس واحتلت باريس لأن المقاومة بتاع فرنسا دامت 14 يوم و14 يوم خط ماجينو أي كي كونتورني الألمان ما جوش الخط ماجينو داروا من جهة بلجيكا وهبطوا من الشمال وهبطوا لباريس. اتأكد أن كل دار تونسية كانت يوم عيد يوم فرح ما عدا بعض العائلات لي برو كولونياليست من التوانسة اللي في نظيان الخونة اللي كانوا خونة محتملين دي تريتر بوتنسيال هذوكم هما اللي أساءهم الوضع معنا. أساءهم الوضع معلش هذا الواقع وهذا شعور طبيعي عدو عدوك صديق اللي نعرفها لكن لكن المشاعر هذه نجوش حنحاسبوا اليوم الشعب التونسي ونقولوا له علاش ما تتعاطفش مع الألمان ضد فرنسا يكون شيء غير واقعي وضد طبيعة الأشياء. سي عبد الحفيظ في الفترة هذيك معناها تو نعرف أن كل عائلة تونسية فرحت كما قلت أنت في المسألة هذه الفرح متاعها والرياكسيون متاعها هذه تمت على أساس أنه معناها فرنسا تغلبت فرنسا تغلبت به لكن معناها على أساس عدو عدوي صديقي هذه صحيحة على أساس أنه القمع اللي اتصلت على التوانسة وغيره وتسعة أبريل ما نسيناهاش على خلاص أبريل ما نسيتوهاش بالضبط لكن ثماش عندهاش كان دخل الدعاية تاع المحورية من خلال راديو برلين وراديو روما في تحذير التوانسة لمثل هذا الشعور. هذا صحيح إن يعني راديو برلين لا أقول راديو روما لأن الناس ما كانوش يسمعوا راديو روما باهي راديو برلين راديو برلين راديو برلين كان يسمعوا راديو باري راديو باري شوية أما كان باللغة العربية شوية راديو باري تعالوا بعد تحكم على راديو باري وعلى إذاعتنا احنا اللي عملناها في إيطاليا وبعد نحكي لكم عليها واللي حتى لو سيرفيس دو كوت نتاع الفرنساويين ما عرفوهاش على حقيقتها. اش يقولوا هنا un nouveau qui régnait encore en Afrique, il fallait tirer pour encore en Afrique. Attends, je vois. Un nouveau. Enfin, fin août 43, apparu un nouveau programme radiophonique en arabe intitulé Afrique le Fatet. La jeune Afrique, qui continuait sans doute le quotidien d'historien du même nom. Publié à Tunis pendant l'occupation germano-italienne. Afrique El Fetat, c'est une jarida à Amel Harchid Idriss. Hussein Triki. Après, c'est une jarida à Amel Harchid Idriss. Amel Harchid Idriss, c'est une le Chab, le peuple, fondé par les éléments les plus germanophiles. Tu as dit que c'est une jarida à Amel Harchid Idriss. C'est une jarida à Amel أما نعود نرجع للسؤال أثر راديو برلين ومعناها الراديو ومعناها المحور بصفة عامة في تهيئة التوانسة لمثل هذا الشعور. نعم هذا صار الحاج هتلر وغيره يا سيدي صار هذا أن الشعب التونسي لا يستمع إلا إلى إذاعة برلين وما يقوله يونس بحري والناس الكل هيك سواء في المقاهي ولا في ديارهم وهذا كان له تأثير كبير والدعاية السلاح فتاك والسلاح يعني كما قال جوبلس يعني الشعب الألماني يعني جعلت منه يعني بالدعاية يعني الدعاية أقوى سلاح في ذلك الوقت. شو كان وقتها تونس ينظروا شخص كيما هتلر على أساس شنو؟ إحنا وقتها من خلال الدعاية هذه يا أستاذ خالد إحنا في ذلك الوقت ما عناش فكرة واضحة على لا الفاشيزم ولا للناسيونال سوسياليزم تاع المانيا عارفين شعبنا ما يعرفش الامور هذه هتلر شنو الايديولوجيه نتاعه والا موسوليني شنو الايديولوجيه نتاعه احنا كنا نعرفوا شيء واحد هذوما الدول يتحاربوا على مصالحهم يعني واحنا جينا في العراضه تو فهمت بقى ان ورود الاذاعه الالمانيه وعود يونس بحري باسم ألمانيا للعرب في مشرقهم ومغربهم وعود مغرية وعود مغرية بس في منامل هاي الحقيقة يعني وعود مغرية وخصوصا أن هناك شخصية عربية مثل الحاج أمين الحسيني اللي هو حارب الإنجليز واللي هو
يعني بين قوسين كان صديق للعبد العزيز المرحوم عبد العزيز الثعالبي الى غير ذلك. ويعني تقصير صراح زعمانا على يد الألمان، كيف تريد أن الشعب التونسي لا يقابل هذه اللفتة الكريمة أسميها مهما كان دوافع هتلر وخلفياتها الكلية. وخلفياتها ما كناش نفكروا في هذا. يكفي أن زعمانا يعني أن جاهم يعني كلاوس باربي الحاكم المطلق في مقاطعة اليوم، وين كان سيد الحبيب ثامر والمونجي سليم ومحمود بورقيبة وسلمان بن سليمان وصالح بن يوسف، الخمسة هذوما حل عليهم الباب وقال لهم بأمر من الزعيم هتلر من الفيرر احنا اطلقنا سراحكم. كيفاش تحب الشعب التونسي؟ يعني تصور لو كان زعمانا ما خرجوش في الوقت ذاك وجات حكومة دوغول وقعدوا خرثوا في السجون نتاع فرنسا، إيش كان يكون مآل الحركة الوطنية نتاعنا في ذلك الوقت؟ فاش تحب الشعب التونسي ما يميلش ما يتعاطفش مع الألمان؟ هذه طبيعة الأشياء. سي عبد الحفيظ هذا عارفين، لكن ما تنساش أن عملية إطلاق سراح الزعماء تمت في أواخر وجود الألماني بتونس. سي تري امبورتون. إذا معناها السؤال اللي عاود نسأله أنا، معناها التأثير الدعائي الألماني هذه اللي بدأت من قبل الحرب وخاصة خلال الحرب، معناها 39 40 41 42 حتى معناها ربيع 1943 تأثيرها في تونس بقطع النظر على إطلاق الزعماء، على إطلاق الزعماء وقت مسألة إطلاق الزعماء ميزانية هذا بريمو وسيكوندو معناها المسألة هذه معناها شنو كان معناها الدعاية الألمانية اللي بدات من عام 38 39 اللي قام بها يونس بحري. يونس بحري اللي بعته نحكي لكم على تاريخه، جاء عام 37 لتونس باسم السائح العراقي وعمل خطبة في الخلدونية واسمعنا بيه احنا في ترشحان المعلمين تلامذة السائح العراقي، واحنا كانت الاشياء هذه معناها تلعب دور كبير في خيالنا وفي مشاعرنا الوطنية العربية لغير ذلك. يونس باش يجي نهار باش يولي مزروع زرعاته انجلترا في المانيا وله من الدهاء، يعرف الانجليزية والفرنسوية والعربية، وله من الدهاء لكن له خطابة ولكن احنا ما كناش نعرفه. عراقي يحب العرب، يخدم لصالح العرب إلى غير ذلك. وباش نتعرفوا عليه شخصيا نقول لك أنا سواء في برلين وبعد أنا تعرفت عليه في ليبيا وبعد هو مات الله يرحمه غادي في البحرين ما نجمش يحط رجله غادي، ولكن عندما تشد في تونس، شوف غرائب الجوسسة، عندما تشد في تونس هو والدكتور مسكي صديقي يعني سوري من سوريا تنشد. هاتوا نقول لك كيفاش. بعد الحرب عندما انهزمت، قبل ما تنهزم ألمانيا، تصل بينا يونس بحري في برلين قال الأخوة التوانسة انتم شنية برنامجكم وطول المسألة يعني ما بين يعني ألمانيا في طريق الانهزام. قلنا له مازلنا ما نعرفوش، لكن ما نعرفوش اللي يونس هو أجون نتاع الانتليجنس سيرفيس واللي بريطانيا زارعته من عام 37 في برلين، حيث في عام 45 في آخر الحرب هو والدكتور مسكي خرجوا من ألمانيا، جاءوا لشمال أفريقيا لعنابة، نزلوا في عنابة، من عنابة جاءوا للكاف، في الكاف فقوا بهم جابوهم للسجن لتونس نهارين. هو في السجن جاء القنصل الانجليزي، هذا يحكي لي فيها الدكتور مسكي بنفسه في دمشق، جاء القنصل الانجليزي خرجوه ونقص تصبح في فرنسا يونس ده. والدكتور مسكي قعد هنا في تونس في السجن متعذب الى ان استقلت سوريا باش بالتدخلات ولا خرج.
الدكتور مسكي ما عرف يونس جاسوس انجليزي الا عندما جاء القنصل الانجليزي في تونس وخرج من السجن. باش تشوف الدهاء تاع الجوسسه الى اي مدى وكيف تعمل. باهي نعاودوا نرجعوا للمساله. عفوا سي عبد الحفيظ على في نتاء هو ولو انا سؤال ربما يخرج بينا شويه، لكن في إطار هذه الدعاية اللي كان يقوم بها راديو برلين عن طريق يونس بحري الأخيري، ودعاية معناها مستفادها تعاطف ألمانيا مع العرب الأخيري، في نفس الوقت هل كانت هناك هل كانت تبث مثلا أخبار أو ما شابه ذلك عن علاقة ألمانيا باليهود، وكانت تبث في الأوساط العربية؟ طبعا يعني والعرب وفي تونس مثلا عندهم شي فكرة على نوعية هذه العلاقة مثلا؟ طبعا كان يتعرض يونس بحري إلى يعني إلى اليهود اللي هم أعداء العرب واللي هم عملاء الاستعمار، وإلى مطمحهم منها في فلسطين، وكان كثير ما يذكر الحاج أمين الحسيني باعتبار كان معناها موجود كلاجئ سياسي في ألمانيا وفي إيطاليا الحاج أمين، وكذلك رشيد علي الكيلاني رئيس الحكومة العراقية اللي قام على الإنجليز والتجأ إلى ألمانيا. الحملة ضد اليهود كانت موجودة أيضا في راديو باري ومعروفة في الأوساط، معروفة في الأوساط التونسية. كانش عندها أثر في نوع من احتداد التوتر بين التوانسة واليهود؟ كانش عندها أثر؟ لا لا، خاطر موجود الحكاية هذه. لا 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 لا، ما لأن احنا يعني لم نضطهد اليهود في بلادنا ابدا، وهذا ما قلت انا رديت به في مؤتمر صهيوني وقع في تسوريخ زوريخ في عند لا لا العفو عند في بلده اسمها انجلبرغ يعني لا لا في النمسا العفو في سويسرا. انا عندما دخلت الى سويسرا في ماي 45 أنا وصدق بسباس ومعانا أحمد بيوض جزائري، أقمت في عند عائلة يعني سويسرية مصاهرة لرجل سياسي وطني عربي اسمه معروف الدوليبي سوري، كان متزوج فرنسوية هو كالسويسري هذاك، وهو اللي عرفني على العائلة وعطاني رسالة ليهم من النمسا باش ننزل عندهم. لكن بعد الصليب الأحمر السويسري أحاني على المحتشد في أنجلبرغ أنا والصادق بسباس، وكان هذا المحتشد مليان من بقايا محتشدات الإبادة كلهم يهود يتكلمون كل اللغات من يهود أوروبا الشرقية. نعم إيه محتشد كان دو كونسنتراسيون، هما جايين من كان دو كونسنتراسيون لا سويسرا مثلا سويسرا محتشد الفراروج يعني الأمريكان والإنجليز لما دخلوا ألمانيا بعد انهيارها لقاوا يهود مازال هتلر ما قتلهمش، جابوهم لسويسرا بدا يوكلوا فيهم في الخبز والزبدة ويهيوا فيهم باش يمشوا فلسطين. أنا وصدق بسباس لقينا أرواحنا في وسط اليهود هذوما، هاليهود هذوما راوا الشيء بشيء يذكر، اليهود هذوما يعني بولونيين تشيك ايطاليين فرنسويين من كل اوروبا يتكلمون كل اللغات، احنا كاثنين عرب نهار من العشيات نشوف في ورقه مكتوبه مؤتمر صهيوني. دخلت جيت للصادق قلت له شوف شنو ايش مش يقولوا هذوما، هو قبل هما يعملوا تمثيليات ويبدوا يضربوا في اليهود، واحد يمثل جوستابو البوليس الألماني واحد يمثل يهودي ويقول له راو ما في عندك حتى وطن إلا فلسطين، يظل يضرب فيه ويدخله في مخ الوطن اليهودي في فلسطين، الدعاية بتخدم يعني. وفك الحالة النفسية هذيك طبعا دي باش يغرسوا فكرة الصهيونية. قلنا والله نشوف شنو هالمؤتمر الصهيوني هذا. دخلنا يا أستاذ خالد القاعة كبيرة مليانة شيوخ ونساء وكبار وصغار، قام واحد دكتور من المجر باللغة الألمانية قال
الحاج أمين الحسيني كريكس فيربرشر، بمعنى مجرم حرب. قم قلت له الحاج أمين الحسيني ماهوش مجرم حرب، بدليل هو موجود الآن في فرنسا والحلفاء ما قالوش مجرم حرب. بين قوسين الحاج أمين الحسيني حاول الدخول إلى سويسرا، أنا في المستشفى مريض شوية تعب، وفي المستشفى عندنا سماعة نسمع بها الإذاعة في نفس السرير اللي أنا رقد فيه. دخل الحاج أمين الحسيني ومعه إسحاق الحسيني ومعه جماعة إلى سويسرا، رفضتهم سويسرا ما عطتهمش حق اللجوء السياسي. وين خرجتهم؟ خرجتهم في بلدة اسمها سانتا مارغريتا، فيها الجيش الفرنسي في النمسا، هزم الجيش الفرنسي إلى فرنسا. في فرنسا وقت الجنرال دوغول، الجنرال دوغول عنده سياسة عربية شرقية، يحب ديما عنده غادي يعني كما يقولوا يعاملوهم بشوية هكا، مش سياسة الغطرسة الموجودة في شمال أفريقيا لا. فالحاج أمين الحسيني رغم اللي كان في ألمانيا الهتلرية، رغم خرج من فرنسا إلى القاهرة بالطائرة ونزل في حدائق المقفروق. احنا راح نبعدنا شوية، ولكن نرجع الموضوع اليهود. لا اليهودي هذا لا، الرد على اليهودي قتلوا الحاج أمين الحسيني ليس محرم. اسكت يا نازي، اسكت علي أنا، سكت. قال الأخر، قال العرب قتلوا اليهود بأسلحة هتلر وموسوليني. قمت مرة أخرى قلت له هذا مش صحيح، تاريخيا اليهود عاشوا في البلاد العربية الإسلامية معانا وبعمرنا ما قتلناهم، والمشكلة هذه موجودة بين العرب واليهود قبل ما يجي موسوليني وهتلر الحكم من أجل قضية فلسطين اللي هي ما زالت وقتها يعني. خرجوني وقتها، أخرج نسمع في الصدق بسباس حتى هو يعني خرجوا ما ضربوناش ولكن خرجونا. مشاو شكاو بينا لمدير المحتشد بتاعنا، محتشد عبارة على أوتيل يعني أوتيل معناها، بحيث شكاو بينا السيد هيرشيس. ندانا قال ايش بيكم انتم العرب الاثنين وانتم اليهود هذوما يعني، وانا نحب المحتشد نتاعي معناها ما تصير فيه مشاكل. حكينا له قلنا له الواقع راهم قالوا على الحاج أمين الحسيني، قلنا لهم لا ماهوش مجرم حرب وكان لاجي سياسي في المانيا، وبدليل هو في فرنسا الان والحلفاء ما قالوش مجرم حرب، وقالوا العرب تقتلوا في اليهود بصلاح هتلر موسوليني. قلنا لهم ايضا تاريخيا هذا مش صحيح، ما عجبهمش خرجونا ودزونا الى غير ذلك. هيا ندانا وقت الريتكتوار، قاعة كبيرة ياسر في نصف النهار، جمعنا وتكلم هيرشيس قال أنا نحب الهدوء في المحتشد بتاعي وما نحبش مشاكل بينكم أنتم وبين العرب هذوما الاثنين اللي موجودين هنا معاكم. ولكن بعد يسي خالد ولا جو متوتر بينه وما بينهم باش تشوف يعني الخبث بتاعهم. بعد 4 أو 5 أيام احنا يسمحونا باش نخرجوا في الليل نصغروا شوية وفي الحداش نرجعوا، ثم قهوة نمشوا نقعدوا فيها. احنا قاعدين وإذا به يجيها الشخص فرنساوي جاب انا قرب منا، قال نعرف شمال افريقيا ونعرف وانتم منين. قلت له انا من بنغازي وهذا من مصر. قال تعرفوا الكسكس؟ قلنا له شنو هذا الكسكس؟ قال ماكلة ياكلوها في تونس وفي، قلنا لا، قلنا له غادي احنا ما عندناش هذا. واللقمي شنو قلنا اللقمي؟ قال نحو من نخل ما يشربوه حلو. قلنا له كذلك لا ما عرفوش هذا. بعد قلت للصادق يا صادق ها وموقفنا مع اليهود فلم عملناه لهم في المؤتمر نتاعهم، بدليل قالوا لنا انتم تخربونا في المؤتمر ها وفهمتوا لا بدوي. طب بالله سامحني سامحني تفضل، لكن نرجع تو باش ما نضيعوش في الجزئيات في ما نضيعوش في
في الترتيب يعني بتاع الحديث متاعك يعني مش متسلسل. كان نرجع طول العصيان العسكري اللي باش تحكي لنا فيه خاطر بعدنا يسر. لا عفوا هوني تعقيبا سعد الحفيظ على ونغلق القوس هوني بسرعه، وانه حسب رايك انت وانه ترى وانه المشكله ليست بالذات بالعرب واليهود في الحقيقة، وإنما هي بالعرب بين اليهود والأوروبيين ككل، وما العلاقة معنا العدائية بين العرب واليهود إلا اليهود يضطهدوا في البلدان الفكره انه الدعايه ما اثرتش في العلاقات بين الجاليه اليهوديه التونسيه والعرب التونسي، لكن اثرت على العلاقه هو قطره هي معناها الدعايه الالمانيه دي عن طريق الراديو. حنا نعرف معناها اثر الراديو في الهاب نوع من الحماس لدى التوانسة من اجل يعملوا تحرك معين تجاه فرنسا. سترسنبورتو خاطر دور الراديو كوسيلة إعلامية كبيرة في الفترة هذيك، خاطر ما تصورش الثورة اللي صارت هذه بتاع المرازيق ما كانش معناها للأخبار اللي يسمعها عن طريق راديو برلين، لهذا نصور كان عندها دور غير مباشر في التحذير النفسي. سترسنبورتو هناك نوع من التحذير النفسي، ثم تحذير نفسي حضره ضد فرنسا، حضره التطور حرك الحركة الوطنية بتاعنا. التأثير النفسي اللي جعلنا ندعو إلى العصيان العسكري باش نحرموا فرنسا من قوة تعتمد عليها باش تدخلها للصحراء بمعداتها باش تتلاقى مع القوات نتاع الجنرال لوكليرك اللي جاي يدز في قوات إفريقية من الغابون إلى فزان إلى جنوب تونس إلى صقلية. احنا وقتها حبينا وأردنا بمشاعرنا الوطنية الواعية أن ما نساعدوش بأي مجهود حربي يساعد فرنسا، وهذا استلهمناه من تاريخ فرنسا الاستعمارية اللي هي استفادت من شجاعة وتضحيات التوانسة والجزائرية والمغاربة في الحرب العالمية الأولى، وكانت النتيجة طغيان الاستعمار الفرنسي في بلاد تمسك أكثر صحيح. هذا هي الدوافع اللي جعلتنا ندعو إلى العصيان العسكري، واللي جعلتني أنا ننتقم لشفرتين. باهي وصل لنا ملف الموضوع هذا يتوم الموضوع هذا العصيان العسكري. هل نعم في دوز مثلا حسبك الراديو كان مسموع كان مسموع مسموع كانت وسيلة معناها وسيلة منتشرة بكثرة بين موجود في القهوة تلقاها في القهوة موجود موجود في بالبطارية بالبطاريات موجود يعني الراديو في كل مكان، الناس كل يسمعوا فيه يونس بحري والناس كل فرحانين بهزيمة فرنسا ويتصوروا أن ألمانيا تحب العرب، ما تنجمش تنحيه هذا من عقول الناس. هذا ايش حبونا عفوه هذا صار هذا اللي صار هذا ايش تقولون هذا اللي صار هذا صار وما نكروش تاريخيا. معناها ألمانيا كانت تبث في الدعاية بتاعها وتجاوبوا معاها وتجاوبت معاها كل البلاد العربية مشرقا ومغربا لأسباب واضحة. حسب رأيك أنت لا ووعود ووعود لا التجاوب كان لظرفية واضحة، أولا سعى توعية الشعب التونسي عن طريق الحزب إلى آخره اللي بدأت معناها قبل الدعاية الألمانية إلى آخره، ثم تعسف الاحتلال الفرنسي معناها اللي أدى بالتونسيين إلى اتخاذ أو إلى اتخاذ هذا الموقف معناها المؤيد المؤيد لألمانيا، وخصوصا أن في الإذاعة يونس بحري يوعد في شعوب شمال أفريقيا بالحرية وبالاستقلال وأن الاستعمار الفرنسي اللي يعتمد على اليهود و يهاجم في اليهود وراه معناها وراه استقلالكم جاي وراكم معناها باش تولوا أحرار، والناس طبعا يصدقوا خصوصا والاستعداد كان موجود. فيما يتعلق بالثورة في المرازيق بعد ما يعني دخلنا في الليل إلى الثكنة العسكرية واستخرجنا الأسلحة ووزعناها على المناضلين، وقع أول اصطدام عسكري بين رجال المقاومة الوطنية في المرازيق وبين يعني الجيش الذي كان يقوده لشفرتيل في منطقة تبعد يعني
تبعد قريبة يعني من دوس تسمى المنقار، هكذا اسمها المنقار. أول معركة وقعت ضد ليديغوليست اللي معظمهم يعني جنود القومية هذوما، واللي رؤساهم فرنسويين منهم لشفرتال وجماعته، وتجرح فيها المناضل علي الصيد الذي ضرب في كتفه وجاء للمدرسة ودم ينزف منه وجاء الفرملي ودويناه إلى غير ذلك. هذيك أول اصطدام. علاش تم ضد الديكولين لأول اصطدام؟ بالرغم إلا في الفترة هذيك معناها أنه معناها القوات الألمانية مازالت موجودة ولا؟ إيه نعم، الألمانية والإيطالية مازالت موجودة. موجودة. علاش تم معناها صب النار الثورة هذه على لأن 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 ما نعتبروش الألمان والطليان يعني جيش مستعمر، نعتبره الناس هذوما ظروف الحرب دفعتهم مونتغومري أغلبهم في ليبيا على حدود مصر واضطروا باش يجوا لتونس. ثم كان سلوكهم بخصوصا الجيش الألماني كان سلوكه تجاه الشعب التونسي ممتاز من الناحية الأخلاقية، من حسن المعاملة، من يعني احترام. وهذا لاحظها الشعب التونسي الكل هيك، أن الألمان ناس مستقيمين وما ثماش عداوة. التونسي ما ينظرش الألماني كعدو، بينما ينظر للجيش الفرنسي كأعداء، وهذا شيء طبيعي. ولذلك احنا ماناش باش نحار عاد احنا تويكا باش بطلوا ما نحاربوش فرنسا مش نحاربوا المانيا وايطاليا، هذا معقول؟ احنا ما عندناش عدو، ما عندناش قوه عدوه الا فرنسا في مظهرها في ذلك التاريخ، في قوات ديغوليه استعماريه اللي نعرفوها عندما ترجع باش تنتقم من الشعب التونسي، وهذا اللي صار. رجعوا واحتلوا تونس وقتلوا الناس رميا بالرصاص سواء في المرازيق أو في قفة أو هنا إلى غير ذلك. ولذلك يعني وصل لشفرتال هذا عنده كمية من الأسلحة دفنها في مكان يبعد تقريبا 20 كيلومتر على دوس في الصحراء تسمى الغولة، بقعة اسمها الغولة، دفن فيها يعني مواد غذائية، حكوك نتاع الحم وصبر غير ذلك، وأسلحة وأسلحة. اضطر تشوف معناها عرف اللي رجال القومية اللي كانوا معاه ولوا معانا يعرفوا كل بقعة هذيك، يقول لك تو يجيوا يحفروا عليها ويطلعوها، مش حفر عليها هو حرقها الكل، صب عليها ليسانس وحرقها، وجابوا يعني الآثار نتاع الأسلحة عبارة على حديد محروق مع الصالح باش ما يقعش في أيدينا بعد ما سمع وعرف اللي احنا يعني استولينا على الأسلحة الموجودة. هذا عملنا فيه تقرير جواب الحبيب ثامر، وكان الحبيب ثامر الله يرحمه لما سمع بالثورة باعتبار هو مدير الحزب. انتوا سامحني كنتوا منخرطين رسميا في النظام وقت في الحزب ولا عمل بتاعكم يعني تلقائي من غير معناتها في اطار خاطر في نعم تقرير حبيب ثامر يعني اعتبروا انكم معناتها وليتوا منخرطين منخرطين اما انا بعد اللي احنا منخرطين في الشعب اسسته هو من لول تلقائي التحرك خاطر ما قلناش اللي فما تاسيس شعبه لا اسسناها الشعبه اسسناها وبعثنا لحبيب ثامر ولحبيب ثامر جاء بسيارته لما وصل للحامه حامه جابس قامت هو نفس الحكايه اللي عاصفة رملية يقول لك أنا من حامل جابس إذا باش نمشي للمرازيق بلاد الصحراء والرمل وقلت لك المسافة بين قبلي عبارة على كثبان من الرمال فهمتك. قال لي ما نجمش نجيكم على خاطر خفت تقف بي السيارة فمن الحامة رجع إلى تونس لما أنا جاكم هو خاطر بعثت له تقرير الجواب إيه واسمع بالثورة اسمع بالثورة شنو جواب البعث شو رانا احنا كوننا الشعبة الدستورية وصرنا ضد الفرنسويين شكون ترأس الشعب شكون حطيته عليها ما نعرفش وقتها من الجماعة اللي ترأسوها ما أنا عضو منها قلت له لي جانا ولا شنو ولا واحد وحب يجي هو كيف سمع بينا وكان يدور حبيب ثامر بكرهبته حب يجي لي يشوف المرازيق واسمع بالثورة نتاع المرازيق لكن العاصفة الرملية منعته باش يجي خصوصا ان الناس غادي قالوا له وين ماشي انت بالكهرباء هذه ماشي المرازيق للصحراء ما توصلكش الكهرباء هو نفس حكاها لي الله يرحمه قال يكون جايكم بحيث كيف جيت انا غادرت المرازيق انا والشيخ علي بن الطيف ومحمد المرزوقي
وعائلاتنا حطيناهم في صفاقس. غدرت المرازيق علاش؟ اش تم علاش غدرت المرازيق؟ انا غدرت المرازيق لان لو شفرتيل باش يرجع بعد وقت الالمان بعد خروج الالماني وقت خرجوا الالمان مازالوا ما خرجوش. لا مازالوا ما لعب. كيش عرفتوا وقت ميزير؟ كيش عرفت؟ عرفنا لان القوات الالمانيه والايطاليه اللي كانت في قبلي جاها الامر بالانسحاب. وبينسحبوا فطبعا القوات الدقوليه اللي هاك المنطقه الكل هيك الصحراويه هم موجودين في الاماكن هذيك باش يرجعوا وباش ينتقموا ورجعوا وانتقموا وقتلوا. دخلوا البيت في انا حكولي في دوز واحد اسمه ميشيل قالوا من الحداد هذا كان شديناه بعد ما يعني جلوريك ريبلي بالرصاص نعلقه في النخلة تاع البرج إلى أن تذروه الرياح. هذا واحد اسمه ميشيل مع لو شفرتيل. رجعوا وقتلوا وعملوا معاي الشيخ علي بلطيف هذا الشهيد. كيف وصلنا تونس؟ لا استناني قلتوا ما خرجتوا عائلاتكم حبيت تخبيهم ولا شنو؟ طبعا هنا مش انتقموا منهم. تحب تقول لي خلفنا في الصقس. ايه الثوره فشلت معناها باش تحب تقول؟ وقفناها واش معناها فشلت؟ وقفتوها انتوما احنا مازلنا باش نجموا احنا نحاربوا جيش معناها انا وقت سمعت الا الحامي الالماني في قبلي نعم انتوما قلتوا زيد اوف زيد وبالفعل وزيتوا العائله نتاعكم وزيتوها في الصقس عشان خليتوها عند محمد عبد المولى اللي قلت لك هذا قرى معايا بكري في المتلوي عبد الخالق عبد المولى خلفناها في عائلتهم عندهم هنشير كبير وناس طيبين. عائلة عبد الطيف وأولاده سعلي بالطيف كان عنده زوجتين حسب التقاليد نتاعهم وأنا زوجتي والوليد مثال صغير أقعدوا هنا في تونس محمد المرزوق محمد المرزوق أنا وياه كملنا جينا العاصمة سعلي بالطيف شي معكم سعلي بالطيف معنا معكم تونس هذا ستي في أفريل 43 43 إلى قبل أفريل مارس في تنجم تقول أوائل أفريل أوائل أفريل أوائل أفريل بداية الأول أفريل 43 إيه إيه إيه. وقت الزعماء رجعوا لتونس الزعماء هم باش يجوا هم باش يجي بورقيبة والجماعة توصلنا لتونس ومن جملة اللي جاء القايد علي بن علي بن 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 أبي أبي الضياف وين جاء؟ جاء لتونس حتى هو هارخ هرب زاد هرب بمانا علاش؟ خاطر شو كان موقفه من الانتخاب؟ موقفه هو كسلطة هو الرجل مظلوم أنا أقول مظلوم هو كسلطة ويجوه ضباط ألمان ما نجمش ما يرفض ما يقبلهمش مشات في ويشيات اللي هو يتعاون مع الألمان كولابوراتور كماله هي أقل أنت أكثرش اللي قدم بردقان الجندي ألماني شدوه وأعدموه أكثرش من هذا وين هذيسا؟ في تونس علي بن أبي ضياف خرج على أساس خايف على هو وليداته وزوجته خرجوا جاء لتونس تقيم به هنا في تونس وقال لي قال لي رهما إذا كان باش يجي له شفرته وجماعته قال لي رباش الإعدام وبشاوش الخليفة قاعد عن نفسه ذاك عاد ذاك معهم عميلهم وقت الانتفاضة شنو كاش كان تصرف أنا هي الانتفاضة ثورة المرازيق هو يخاف منه احنا لو كان حبينا نضروه وانا ما حبيناش نضروه هو قعد معناها قعد غادي قعد غادي على روحه ولا خايف مش ممكن انا يعني ما ضريتوش انا رغم اللي نعرف معناها لكن هذا راي غرايب الدنيا هذا راهو بعد يا سيدي ولا يساعد في الوطنيين بعد ما استقل قبل الاستقلال في الثورة عند مساره الثورة نتاعنا نتاع 18 جانب ولا يساعد ولا وطني ومن غرائب الدنيا وسمه بورقيبة وبورقيبة يعرف اللي هو كان عميل يعص عليه في برج البيض لكن كان يحب بورقيبة وقلت لك قال هادي في المرازي قال الجماعة الكل ما يصلحوش الرجال فيهم هو بورقيبة أنا وسمة وبورقيبة وسمة لأن في آخر الوقت ولا وطني هالرجل هذا ده نرجع طوى سعيد دبابي بشاو سعيد دبابي وأنا كنت قرينة في أولاده طوى جينا أولاد أرى مرجال جينا الأفريل 43 توما في تونس بداية أفريل المهم توا المهم أن وقتها جاو الجماعة من اتصلنا بالحبيب ثامر حكينا له
على اش صار. حبيب ثامر وقتها قبل ما حبيب ثامر جريد نتاعه افريقي الفتاه هذه تاع مش هي كانت رشيد الدريس رشيد الدريس مع بعضهم وحسين تريكو بعد اللي خداها ثامر وقتها وقتها حادو شويه خداها ثامر ولا كانت توصل دوز ولا لا ما جتناش ما جتش بالكل لا لا انا اش قريت انا الشباب حتى اللي جات اللي عملها وقت خرج رشيد الدريس لا الشباب اللي عملها رشيد الدريس حسين تريكي ما سمعت ما تذكرهاش لا 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 ما شفتهاش انا هنا في تونس كي جيت شفت فريق الفتاه يعني فيها عنوان كتب رشيد الدريس امنت بالمغرب العربي وطنا تذكر العنوان هذا يعني جريت الشعب تاع الهادي السعيدي اللي حكى لي عليها بعد ما كذلك ما شفتهاش المهم لما اتصلنا بالحبيب ثامر حكيت له صار في المرازيق و و و و قال لي به في الاثناء جاءوا الزعماء من المنفى من فرنسا ومن ايطاليا وقتها لأن... سامحني قياده بتاع الدستور شكوني سامح حبيب ثامر اي مش هو شكون معاه يوسف بن عاشور وقتها مين بالحق مين مال وقتها بتاع معاهم 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 يوسف بن عاشور معاهم صلاح الدين بوشوشه معاهم الباهي لادغوم معاهم شكوني معناها القياده اللي كانت وقت ظروف موجود الالمان والايطاليين في الفتره هذيك في نوفمبر 42 حتى الماي 49 موجود الوجود الالماني ايه؟ والايطالي في تونس ايه؟ شكون القياده اللي كانت وقتها موجوده في حزب الدستور ولا كانت هي معناها تتعامل بطريقه او باخرى او لا لحبيب ثامر لحبيب ثامر رشيد دريس حسين التريكي بشير زرق عيون صلاح الدين بوشوشه محمد بن عماره طبعا الجماعه هذو كل يوسف بن عاشور ايه كل هذو مع بعض حبيب ثامر كان هو الرئيس حتى حتى كيف جابوا رقيبه من المنفى وصلاح بن يوسف باش معناها يواصلوا ويستلموا باقي لحبيب ثامر شكون اللي كان يتصل بالالمان اكثر حبيب ثامر حبيب ثامر وشكون اللي كان بالراديو لا اللي لا اللي 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 يتصل بالالمان هو حبيب ثامر وخصوصا حسين التركي واللي رتبوا لنا السفر نتاعنا هو حسين التريكي والحبيب ثامر. قبل ما نوصل للسفر تاعكم مش يتم البر الراديو الراديو اللي كان موجود في تونس شكون كان لاهي به طيب سليم اسكو كاش عنده دور فيه محمود المسعدي الراديو ما سماش راديو وقتها في تونس سماش وقتها الراديو موجودة إذاعة تونسية يصرفوا فيها الفرنسويين وقت موجود الألمان والطلاع وقت الموجود لكن فك الوقت ذاك ما فيهاش نشاط كبير ما فيهاش به ما فماش يعني اما اذاعه موجوده وقتها اي نعم علاش يعني قلت لك يعني هذاك المارشان في المتلوي عنده جهاز راديو يسمع اذاعه فرنسا واذاعه تونس موجوده وقتها اذاعه موجوده من سنتين هذيك اي موجوده اي موجوده موجوده سنين وقت لا موجوده انا وقت ما عنديش راديو نسمع حسين هذه هي القياده اللي كانت قياده نعم, نعم. به والوجود الالماني في تونس في حد ذاته الفتره هذيك كيفاش كان معناها الالماني والايطالي معناها وجود مكثف تحس وجود وجود, وجود عسكري عندهم اماكن معينه مخيمين فيها علاقتهم بالشعب لا تكاد تذكر وانما علاقه يسودها الاحترام واعجاب الناس بسلوك الألمان معروفين معناها بحسن السلوك هذا مع الناس خذوا عليهم فكرة إيجابية طيبة الطليان ما ضروا حتى واحد كذلك حتى الإيطاليين ما ضروش تونس برغم التوتر بين التوانسة والطليان لا لا, لا 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 ما ضروش ما ضروش أمور بسيطة يعني لا ما ضروش بصورة عامة الجيش الإيطالي يعني وإنما يعني كانوا في آخر أيامهم آخر أيامهم ما قال الناس لحبيب ثامر الله يرحمه أن بورقيبة بعث له رسالة وقال له ما تتعاونوش مع المحور لكن احنا عمرنا ما كنا نظن عملنا هذاك هو تعاون مع المحور أبدا عمل وطني تلقائي نتيجة تطور سياسي وطني رغم اللي أخذ صبغة عسكرية أول ثورة لأن بورقيبة ما كانش يدعو لاستعمال السلاح ضد فرنسا في أول الحركة بعمره ما بدأ يتكلم بلغة الدم كان في 9-8 أفريل قال يلزم في المظاهرة يلزم يسيل الدم وما كانش يفكر في مقاومة مسلحة لأن ما عندناش إمكانيات باش نقابلوا الجيش الفرنسي بالسلاح
احنا اللي ساعدنا في ثورة المرازيق ان تمكننا من السلاح، ولو كنا نجم احنا نحارب القوة الدقولية يعني بالسلاح ابدا. احنا تو في افريل 43، شنو في افريل 43 هو رجوع زعمانا واخذت فكرة الهجرة تتبلور. كيف؟ اجتمع الحبيب سامر الله يرحمه، الحبيب بوقطفة زعيم الشمال الله يرحمه، يوسف الريسي، الهادي السعيدي، حسين التريكي، شدريس، طيب سليم، أن هالظرف هذا يعني أن الجيش الألماني في طريق الانهزام في تونس، هذا واضح للعيان. قالوا ما هو مصير الحركة بعد ما يرجعوا الفرنسويين لتونس بقوتهم العسكرية، لابد باش يقع اضطهاد، لابد باش صوت الحركة الوطنية سيكبت. علاش؟ علاش خموا هم هيك؟ لأنهم وطنيين يحبوا يواصلوا الكفاح. وطنيين يحبوا يواصلوا الكفاح، ولا على خاطر هم كانت عندهم علاقة بطريقة أو بأخرى مع المحور؟ لا، الدوافع وطنية قبل كل شيء، بقى أن العلاقة مع المحور باش تسخر. أي خاطر هم لعبوا ورقة المحور، نحبوا ولا ما نحبوش، على الأقل لا، على أساس أنه المحور ممكن ينتصر في الحرب هذه. لا 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 لا، هذه ما كانتش تخطر في البال ولا في حساباتنا. وهذا نقول لك كيفاش. ملا لماذا الوطنيون رأوا أنه من الممكن اضطهادهم بعد خروج الألمان من طرف الواحد من طرف فرنسيس؟ لأن الشعب التونسي تعاطف مع مع ألمانيا. بما فيه القيادة، نحبوا نحبوا الشعب، بما فيه القيادة، الواقع. طيب، فطبعا الفرنسويون باش يثبتوا يعني وجودهم، خصوصا أن فرنسا مش مهزومة، لأن الوطنيين التوانسة والجزيرية والدعاية اللي كانت قائمة واللي قاموا بها